أما الكرم عند أهل قزستان فحدث والآخر حرج عن إكرام الضيافة، والطعام عندهم والشراب يعني لا ينتهي، قد تظل على المائدة قرابة 6 ساعات وأنت تأكل وتشرب وتتبادل أطراف الحديث. رجل من السعودية زار قزستان وسأل، قال كم مرة يعني تأكل أنتم في اليوم؟ قال له هذا من قرقيزستان، قال له لا أنتم أهل السعودية كم مرة تأكل في اليوم؟ قال نحن نأكل 3 مرات. قال لا، نحن نأكل مرة واحدة فقط هنا في قرقيزستان من الفجر إلى العشاء.